جولة جديدة عن أسعار الذهب اليوم بالسعودية. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد، مفاجأة. عملت لكم جولة في محلات الذهب حصريا على قناتي تغطيات قناة الهنا. هنشوف في الفيديو أشكال دليات وغوايش وأطقم شبكة العروسة وأنسيالات وأساور. الفيديو هنشوف كذا محل، وهحط لكم العنوان في أول تعليق مثبت إن شاء الله تحت الفيديو. هنروح أسواق السميري بحي الديرة بمدينة الرياض. هنشوف سعر جرام الذهب اليوم بالسعودية، وسعر الذهب الجديد والمستعمل. هي مكتوبة سوق الذهب بالسميري، سوق الذهب في السميري بحي الديرة. ندخل كده نشوف بقى أسعار الذهب اليوم بالسعودية، ونشوف سعر الجرام النهاردة كام. في بقى تشكيلة اهي من الذهب، في اساور واطقم ذهب كاملة، شبكة العروسة، دي كلها اشكال جديدة في اسواق السمير. ذهب العيار 21 بيبتدي من 200 ريال، في 210 و215 على حسب نوعية الذهب، إذا كان كويتي أو بحريني أو سعودي. في بقى الطقم ده طقم ذهب هندي. في بقى اللي هي السلاسل الخفيفة دي. محلات الذهب في الجديد والمستعمل، في فضيات. دي كلها محلات الذهب الجديد والمستعمل. هنا منتج الخليج، في اسماء كثيره جدا. في بقى الدلايات دي، دي دلايات ذهب عيار 21 وعيار 18، برضو الجرام على 200 والمستعمل على 196. دي بقى اشكال غوايش، دي كلها اشكال غوايش جديدة، غوايش ذهب عيار 21. جميلة اوي الغوايشتين دول. نشوف كده تمنهم كام. 28 جرام. 28 جرام. 6760. 6760. 6760. جديد. جديد. الجرام على 200. 210. 210. ده السادة، ده السادة. ورينا كام كده منه برضو، ثلاثة حبة كده. ده كان بكام الجرام؟ 210. 210. دول مفرغين، دول مش مليان. هذا 18 جرام. 18 جرام. واحدة؟ واحدة. واحدة. سادة ما تخسر فيه ولا هللة، زي ما توجدت فيه. دي كلها أشكال غوايش، في الجرام بيبتدي من 200 ريال و210 و215 حسب برضو نوعية الذهب. دي أشكال أنسيالات، دي ذهب جديد، الجرام ب210 و215 و220. دي أطقم بقى الشبكة، طبعا بيختلف سعر الجرام بين ذهب بحريني أو كويتي أو سعودي.
او لازورجي، دي اشكال الانسيلات الجنزير عيار 21. في برضو غواشي الصف دي. صبرني اتنين كده من دول كمان. شايفين شكل الغوايش دي؟ دي الجرام على 210. هنشوف كده كم جرام وسعرهم قد ايه. طب شوف مش عارفه انا مش دول كام؟ 7 7760 7760 وكم جرام بقى؟ قول عندي في الشاشة 36 جرام 98.98. ده كام؟ 33 33 جرام. طب شوف لنا ده بكام كده؟ ستة وخمسمية واربعين. ستة الاف خمسمية واربعين. كم جرام؟ 33 جرام. 33 جرام اللي هو ده تقريبا 50 وحاجة كده. 50 جرام. ده عبارة عن كوليه. كوليه واسورة وخاتم وحلق. كم؟ 12400. وده اللي فوق ده اللي هو ده، ده كم جرام ده؟ ده 46 جرام. 46 جرام ده. ستة واربعين. لا وثمانية تقريبا. حداشر الف وستمية. الكبيرة دي دي تشكيلة بقى من الدبل والخواتم والدليات عيار 21. الجرام ب210. بكده خلصت جولتنا النهاردة. كانت جولة عن أسعار الذهب اليوم بالسعودية. شفنا أشكال غوايش وأنسيالات وأطقم شبكة. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم. إذا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش حبيبي تعملوا لنا اشتراك حلو كده زيكم ولايك. مع السلامة.